مرحبا واهلا وسهلا فيكم في جلسه جديده من جلسات دائره تدريب مهارات الحياه، واللي هي جزء من برنامج دوائر، اللي هو جزء برضه من مجموعه اوت اند اباوت اللي معنيه ببناء مجتمع مبني على 5 قيم عالميه، اللي هي المحبه والسلام والتقبل والتسامح والعطاء، ونشر فكره المواطن العالمي انه الانسان يعامل الانسان على اساس انه انسان. وبالمناسبة بكرة راح نحتفل بمرور 7 سنين على تأسيس المجموعة، وراح تكون في احتفالية كتير كبيرة، وراح نجسد في هاي الفعالية أو بهاي الاحتفالية قيمة إيش؟ التقبل. السنة الماضية احتفلنا وجسدنا قيمة السلام، واللي قبليها المحبة، وال4 سنين اللي قبليها كنا بنحكي بشكل عام عن المجموعة. فالسنة التقبل إن شاء الله اللي هو بكرة. طيب نبلش. احنا بدائرة تدريب مهارات الحياة نستعمل نموذجين، زي ما احنا عارفين، ان زي حسيت حالي بشاهد ما شوش حاجة، وزي ما انت عارف اهلا اهلا عبد، اهلا مساء النور، هلا اهلا اهلا. في عنا عجلة الحياة اللي هي مكونة من 8 مناطق رئيسية بعناوين حياتنا: عمل، مال، صحة، علاقات أسرية وأصدقاء، تطوير روحاني وذاتي، الرومانسية والحميمية، الترفيه والبيئة المحيطة. هذه العجلة احنا عم نمشي على كل منطقة بنموذج تاني اسمه الجرو موديل. صرنا من شهر 11 السنة الماضية عم نمشي فيه منطقة منطقة. الجرو موديل مبني على الأحرف تبعته: الجي الجول الهدف، الجي، الار رياليتي الواقع تبعنا، الواقع اللي له علاقة بالهدف اللي حطيناه، الاو 3 او اوبشنز عامة كيف اوصل للهدف، الاو الثانية العوائق obstacles بننقي منهم واحد وبنشوف ايش العائق اللي بدنا نجتازه، بنحط له اوبشنز خيارات تانية، وهي الاو الثالثة. اوكي، فأوبشنز عامة، أوبستكلز وأوبشنز، خيارات، عوائق، خيارات. أوكي، والحرف الأخير الدبليو اللي هو الواي فورورد، كيف نحط الأكشن بلان تبعنا. أوكي جميل. إحنا صرنا أسبوعين بمنطقة العلاقات الأسرية والأصدقاء، وعم بنركز بشكل خاص على العلاقات الأسرية عشان نعرف كيف نتعامل مع هاي المنطقة، والتكنيك نفسه أسرة أو أصدقاء نفس التكنيك. وقفنا الجلسة الماضية عن أفضل طريقة للتعامل مع موضوع العلاقات الأسرية، وقلنا لما بدنا نشتغل على هاي المنطقة ما بناخد إيش 10 من 10 تبعتي للأسرة، لا لكل واحد بننقي شخص نبلش معه، بننقي شخص واحد نبلش معه وبنقول كيف 10 من 10 تبعته لهذا الشخص. اوكي، اللي نبلش هلا بعدين لقدام ممكن ناخذ العائله بشكل عام بعد ما نتمرس. اوكي، انا ممكن اكون هذه علاقتي مع بابا بس مش هذه يعني علاقتي مع ماما بالضبط، وهذا اللي منزلاني من 10 من 10 بتكون. اوكي، وقلنا حتى بطريقه الوصف لو بدنا نوصفها كامله انه ايش 10 من 10 تبعتي، او اول اشي خليني اقول كيف 10 من 10 اجت، هي كيف شكل العلاقه بدك اياها بالضبط. بس هي جاي من السؤال، العجله الحياه السؤال تبعها قد ايه احنا راضيين عن هاي المنطقه حاليا من 0 ل 10، فبقول مثلا 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10. اوكي، شو ما كانت الحاله اللي انا حاسسها قد ايه راضي عن علاقاتي الاسريه. اوكي، فخلينا نقول انا قلت 6 من 10. حلو، طب شو 10 من 10 تبعتي؟ اوكي، هلا لما بوصف 10 من 10 تبعتي بحكي فيها بحب تكون علاقتي 1 2 3 4 5. اوكي، ورح يبين بال10 من 10 تبعتي انا وبوصفها وين مناطق الخلل. اوكي، زي ما قلنا انا ممكن علاقتي مع ابوي منيحه، مع اخوي مش منيحه. اوكي، فببين بال10 من 10 أنا وبوصف 10 من 10 تبعتي وين المنطقة اللي أنا بدي أحسن فيها.
انا وبوصف. واضحة؟ اوكي؟ طيب كل واحد هلا يضمن رقم. من 0 to 10 قديه كل واحد راضي عن منطقة العلاقات الأسرية؟ خلينا بس نركز على الأسرية. اوكي؟ العلاقات الأسرية كلنا ضمرنا؟ ارموا نصهم بالبحر. حلو، معناته عقلنا جاهز هلا. بما اني انا حطيت قد ايه انا راضي حاليا عن العلاقات كرقم مش كوصف، انتبهوا، حطيناه كرقم ما وصفنا. اوكي، انا 6 من 10 بس هيك قلت، 3 من 10، 10 من 10. هلأ على موبايلكم، على ورقة وقلم، على أي طريقة كتابة، أوكي، بدنا نوصف 10 من 10. طب عشان أنا لو هلأ، مش أنا كتبت 6، لو هلأ بدي أقول إنه أنا راضي 10 من 10، شو بحب أشوف؟ إيش هي العلاقة؟ بالضبط، شو بحب أشوف هاي العلاقة تكون مع الأسرة؟ وطبعا تعريف الأسرة كل واحد حر بتعريفه للأسرة شو هي. أنا مثلا ممكن يكون تعريفي للأسرة أبوي أمي وأختي، أوكي؟ حدا تاني ممكن تعريفه مرتي وولادي وأمي وأبوي، نقطة، مش إخوانه مثلا، حر ما منتدخل، أوكي؟ حدا ثالث والله الاجداء والاخوال والاعمام مثلا، ما ممكن يضمهم، هو حر ايش كل واحد تعريفه بكلمه اسره. اوكي، جميل. طيب بما انه الرقم موجود بعقلي الحالي 6 7 8، اوكي، شو 10 من 10 لو هلا بده يقولوا لي شو الرقم واقول 10 من 10، معناته شو اللي انا عم بشوفه عشان قلت 10 من 10؟ شو حابب أشوف عشان أقول 10 من 10؟ نبلش نكتب. أي ساعة طيرتها بكرة؟ نعرف؟ الفجر. الفجر اليوم. أوكي. رولا. إيه؟ رن عليه. عشان؟ أوكي. كتبنا؟ هاي 10 من 10. شو لقيته؟ ما مش شو لقيته بمعنى شو كتبته؟ شو لقينا شايفين منها؟ يعني بعد ما كتبته شو حاسين اتجاه؟ أكيد يعني قصدي إذا حدا مو وصل 10 من 10. لا، مش شايفين منها كشايفين منها اليوم. شو إحساسكم اتجاهها؟ بدهم ينقطوا الأشخاص الثانية. أوكي. يعني أنت بتكتبي بتضلك تحطي ناس يتدخلوا بالخطة تاعتك أو بالعيلة تاعتك. بدك ناس غير عيلتك؟ بدهم ينقطوا بتضلك تكشي فيهم. مرات كتير فعلا بدخلوا على الصورة، بدخلوا يعني على الصورة وبيصيروا انه طب هل هذا بزبط معهم بزبطش معهم؟ احنا ما بدنا بزبط وبزبطش، ورأسا عقلنا ببلش يفكر ايه هذه شو بوصلني لهون، مش رح يقبلوا،
مش راح مش راح مش راح يتفاعلوا. بهاي المرحله ما بنحط هاي العوائق. بهاي المرحله احنا شو بدنا زي ما حكت دانا، مركزين على احنا شو بدنا، شو احنا برضينا، لانه هاي عجلتي انا، عجله الحياه تبعتي انا. اوكي، فبنحاول زي ما عملت دانا نطير هاي الافكار ونطور نطير هدول الاشخاص اللي عم بحاولوا يقولوا لنا من عائلنا طبعا انه بزبطش بنفعش، عم بتخيل كيف الحكي مع هذا الشخص كيف. لا لا مش وقته، انا هلا بس عم بحط شو بدي. اوكي، شو لقيته كمان؟ اقول لك شو لقينا. لقينا انه في كثير يعني بالنسبه لي اختلاف الاجيال. اوكي، يعني اللي بيعجبني ما بيعجب امي. اوكي، يعني هاد فور مي، يعني عم بحكي انا. اوكي، تكنولوجيا. اوكي لا فاين. انا بالنسبه لي المشكله عكس، انه الاجيال متقاربه، مثلا الوالد والوالد صغار بالعمر، عارفين زي ما بيقولوا اللي موجود بهذا الجيل. هلا هاي ممكن في بعض الناس يعتبرها ميزه، في بعض الناس يعتبرها عقبه. اوكي، يعني هسه الاب والام لما يكونوا صغار بالعمر يكونوا عارفين المشاكل الموجوده بهذا الجيل اكثر من غيرهم، فبيحاولوا يخوفوك ويبعدوك عنها، وهذا الشيء بيحاول انه يقلل حريتك. صح، ممكن يحسسك بعدم انه خلص لا اترش هذا المكان، انت ماشي هذا الاشي ممكن يصير. أوكي، طب انا عارف هذا الاشي او دارس هذا الاشي، هم لا بكونوا خايفين عليه نظرة انه هذا الجيل قريب عليك. اوكي، انت شايفهم سن، شايف سنهم عقبة هيك فهمت صح؟ لا انا مش هيك، مثلا هلا مثلا انا بالنسبة لي والد عمره مثلا 50 سنة. حلو، اوكي، مش كبير بالعمر وانا صغير بالعمر. هلا مقارنة بالاباء الناس الثانيين ممكن تلاقي الاب عمره 64 65 سنة، الفرق كبير بالعمر، فما بتحسي بفرق الجيل هذا موجود. لا انا مش حاسس فيه، يعني مثلا والدي انا بطلع وبروح بالجمال وبروح بالعمال رياضه، بس هاي الشغلات لما احس انه ممكن محمد يعمل شغلات او مش يعمل شغلات، انه هاي التصرفات ممكن تكون تاثر عليه او بخاف من اللي وراها، بخليك يجذبك لورا خوفا منه انه تقابل هاي المطبات اللي انت شايفها مش مطبات. اوكي، جميل. شو كمان في اشي عم بنلاحظه بالحكي اللي عم بنحكي؟ اوكي، بلشت تتكون فكرة معينة، فايش كمان حسيتوا انتوا بتكتبوا؟ انا حاسس انه بعرف شو اللي بدي اياه على اساس تكون علاقة 10 من 10. عارف شو اللي بدك اياه مع كل العائلة؟ مع كل العائلة، عارف عنهم كلهم، وصفتهم بوصف واحد. اوكي، مرات وانت بتتخيل الصورة مرة واحدة كأنه التركيز بيصير عليك، طب انا كيف بدي اتلائم مع هدول كلهم على اختلافهم؟ فمرة واحدة بتكتشف انه في اشي منك بدك يعني بدك تطلع على الامور بطريقة تانية انت. اوكي، يعني كيف لما بدل ما تسلط الضوء برا بتصير تطلع على جواك ايش اللي ممكن تعمله؟ بعرفش، انا بحسه انا بكتب مثلا بلاقي الاشي مني لازم تعمل ادابتيشن لحالي بعين تاني. يعني اقول لك مثال حقيقي، اليوم ابوي لهلا بتصرف معنا كانه احنا صغار، يعني بخاف علينا. هو عن يعني بديل عن المفوض عن هذا، فبيجي بقول لا ما بتصير هاي الشغله، بتصير هاي الشغله، في شغله بدي اعملها انا عارفه ايش بده يعلق وحاعملها، بس حقيقي ما بدي اياه يزعل. اولها تضايقت كثير انه ليه ما يعني ليش الجهد دائما انه ما بدي اياه يزعل. مره واحده فترت في بالي فكره، هي مش فكره هي صوره، انه كثير بهمني ارضيه، فمره واحده لقيت الحل اسهل كثير. اوكي، يعني كثير بهمني رضا، فلقيت اوبشنز ثانيه او لقيت صوره ثانيه كيف يعني كيف ترضي بالضبط، بس عم بعمل الشيء اللي بدي اياه اللي بدك اياه. لما نحط هاي مقابل هاي مرات بنلاقي بدائل. لما دائما في شيء اعلى من الثاني ما بنلاقي، يعني الصوره مش عم تتكون صح. طب بصير مثلا انا ومثال دانا مثلا اوقات بقول لا انا بعمله وهو اخذته يرضى، هاي انانيه مثلا كنت اعملها، هذا خيار جواي ما بنبسط. جواي ما بنبسط. طب سؤال، مرات مرات ايه دانا ما بنبسط من جواي، يعني مع
اعمل هيك. طب ما هو شو اعمل؟ لا انه مره ما هي حسب الحاجه ما بقدر الواحد يعمل. شو اعمل؟ حلو اوكي. عم بقول البرب والرضوان اللي بيهمني رضاكم لا هو انت عم مثلا عم بتقيسي قديش هو مبسوط. بيهمني بيهمني انه هو مرتاح يكون لك اعرف ارضيه بطريقه احنا التنين نكون مبسوطين يعني مش انه يرضى لقدام. يعني بيهمني اني ما اكون معارضه لفكره ليش هو عم بيعلق على امور معينه على حساب اسلوبي معه. طب لقيت مقايضه بينك وبينه تريد معين لحظة بكير بكير احنا بالعشرة من عشرة بس هذا حلو بنشوف عائلنا شو عم بعمل. اولا عم بعمل الهاو صحيح 100%. ثانيا بلشنا عملية المقايضة يا هاي يا هاي يا برضه في صور احنا لسه كل ما ندخل لأوبشنز كل ما ندخل لشغلات تانية بدنا نرجع بالضبط عشان هيك بنسأل 100%. بلشنا انه بدي احط هاي وعقلي طلع المشاكل اوكي عقلي رأسا طلع العوائق طبعا رأسا طلعها اوكي. كيف قلنا قبل شوي بفوتوا ناس على العشرة من عشرة عشان بزبطش برضو العوائق بتبلش تطلع اوكي عشان تقول لي لا امساك من العشرة من عشرة هاي تبعتك ما راح تصير. نضلنا مصممين بدي العشرة من عشرة تبعتي هلأ كيف بعدين مش هلا احنا لسه عم بنقول شو بدنا احنا نأسس للصورة بالضبط اوكي. وانتبهوا هاي بتصير معانا دائما بنبطل نحط شو بدنا عشان هيك ما عندناش خبرة. لو حدا اجى سألنا يا اخي شو بدك تعبتني معك شو بدك بنبلش انا انتو مش فاهميني انا ما حدش انا طول عمري بس احنا بنحس واحنا بنكتب ما تعودنا نطلع الصورة كاملة بس دائما انه متوقف yes. بس هل بدنا كمان نتغير برضه ايش بدي انا اتغير هلا 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 بالحال بالوضع اللي انا فيه هلا اللي العشرة من عشرة تبعتي وصفها واحد اثنين ثلاثة اربعة بدنا كمل ما في نتكلم بنوقف على اليوم يعني على اللي احنا فيه هلا بالحاضر ولا ايش ايش انه لا انه قلتي بنوقف ما نشوف الصورة ايش اطلب مش متعودين نشوف صورة وردية دائما يعني مش متعودين يعني لما نسرح بسيناريوهات معينة يعني احنا بنسوق واحنا بالطريق باي مكان بنلاقي حالنا شدينا حالنا عادة السيناريوهات نيجاتيف يعني شدينا كثير وخلص مستعدين هلا لطوشة هلا جا هلا جا شو بدك انا فايت على الباب شو بدكم بس قد ايه بالمقابل بصير معنا بس قد ايه قدام الاشياء السلبية بنلاقي حالنا ضحكنا فجأة صح مش مرات تتذكر اشي بتضحك فجأة انه قد ايه عنا سهولة استرجاع او استحضار مواقف حلوة واكمال صورة حلوة بدنا اياها مقابل الاشياء اللي بنخاف منها. هلا رح احكي لكم قصة على هذا الموضوع تبعت انا جاهز هلا اتخانق قولي لي ما في صورة وردية يعني ما بتحكي انه يعني ما في صورة وردية انه الواحد يحقق يعني انه اللي بده اياه 100% لا ما في اول ايش قبل ما في هلا يمكن انا يعني نعرف شو هي نعرف شو هي بس يعني حتى لو يعني انه نحكي احنا يعني رضينا انه نحكي والله هي 10 10 بس ما في شيء اسمه 10 ما في صوره كامله ما في كماليه ما في انا معك معك يعني مش ضد هذا الحكي بس عائلنا ما بديش اطلع على الرقم على اساس انه الرقم الكامل هي عمليه انا بس 10 من 10 بالضبط وشو الصوره شو هاي الصوره اللي بتخليني اقول هيك اوكي بعدين بنقلق على بتصير وبتسرش وكيف وكذا بعدين بس على الاقل سيبوني احلم يا اخي اقل تقدير اوكي يعني لتسه مثلا عائله ناقصه لا سمح الله انه ابني توفي او امي توفي هلا اكيد هاي مش 10 من 10 بس في حاله بتوصل اياها انه انت راضيه باللي موجودين امك واختك مثلا اخوك هيك انا سمعت ممكن كمان ممكن ترجمتها يعني بهاي الطريقه مثلا الوالده تقول لها مو موجود في شيء كمان نقطه اللي هي الرياليتي يعني احنا بنقيس العشرة من عشرة على الواقع تاعنا احنا ما عم نحلم شيء زياده شو المعطيات اللي عندنا شو احسن ما يكون بالمعطيات اللي عندنا هون بكون واحد واقعي يعني صح فيش شيء هي هاي يعني لو
انا مثلا بدي اتبع خيالي ما له دخل بالواقع حضرني اتعذب وعاجزه عن اني اوصل له وعشان هيك احنا بنقارن بين الستة بالعشرة والعشرة من عشرة. احنا بدنا نسكر الفجوة من مش قلنا قدي الرقم الحالي، الحالي ستة كرقم. العشرة من عشرة شو هي؟ بالستة. اوكي؟ فمعاك، بس ما بدنا عقلنا يوقف. وانا فاهم في تحديات كتير كبيرة، يعني موضوع الاسرة مش موضوع سهل أبداً. وفي تحديات كتير 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 غريبة. وأنا واحدة من الأسئلة اللي سألتها شو طلع معاكم، شو طلع معاكم؟ إنكم رح تلاقوا صعوبة تحكوا عن الأسرة كاملة. واللي بلش يطلع منكم إنه العائل بلش يركز على شخص أو شخصين بالكتير هو وعم بكتب. العقل ما كان ماخد العيلة كلها، العقل هو وبوصف ماخد عادة شخص واحد. انت نظرك انه هو اللي عنده نقص على العشرة بالضبط، هو اللي مخيب عليك الصورة النهائية، هو ممكن تلاقي المشكلة في العقل. بس عادة حتى لما تكون في مشتركين فيها اكتر من طرف، احنا بعائلنا هو الاساس هذا، لو زبطته خلص هو كل شيء تاني. مثلا بعمل عملية طبابة يعني انه هذا اذا زبط خلصنا، لا كله لازم. اوكي. فعشان هيك بالبداية قلت الاسهل على العقل انه ينقي حدا من الاسرة اوكي ويحط له العشرة من عشرة تبعته لهذا الشخص. اوكي بالبداية. لانه صعب، وزي ما سمعنا من دانا انه افراد الاسرة مختلفين متنوعين. بس حلوة الفكرة، حبيتها، انه لما نتطلع على كل الاشخاص بتخليني ارجع لحالي. اذا انا عندي اشي ناقص هون واشي ناقص هون واشي ناقص هون واشي ناقص هون، ايه ما هذا في انا لازم اجي لجوا، معناته في عندي انا موضوع مشكله. اوكي، فبيخليني اطلع لجوا. فحلو نكتب اول مره الوصف الكامل اوكي عشان عقلي ينتبه، وبعدين ابلش اركز مين الشخص الاول واكتب العشرة من عشرة تبعته. اوكي، شفتوا الطريقه؟ عم نحكي على الطريقه لانه كل منطقه عم بنلاحظ لها طريقتها بالتفكير اوكي وكيف نكتب العشرة من عشرة تبعته. خلينا ناخذ اكمل اتصال. حمزه شموط: صعب تحكيم العقل في مثل هذه العلاقات لان فيها الكثير من المتغيرات والعواطف. صحيح، يعني موضوع المشاعر مع الاهل عالي جدا، وانه نحكم عقلنا بالموضوع من التحديات الكتير كتير كبيره. بس عشان نقدر نحل بدنا نهدى ونهدي المشاعر. يعني وقت بحس بعطوك رأي كتير ومنطقي بس لأنهم بحبوك. جد هم بالأول إنه هلا إحنا صغار بتقول لي الله ما بتحبني ماما ما بتحبني. لا هي قد ما بتحبك هي مو شايفة إنه أنت you can do this أو. بس أنا جوابا على حمزة، بهاي الحالات مرات بدون ما نشعر بنحط العقل مقابل المشاعر. صح، هون بصير في صراع شوي، يعني كأنه يا هاد يا هاد، أو في بعض الحالات لازم نزيح طرف عشان الطرف الثاني يشتغل. انا ما بعرف شخصيا، بس بلاقي انه بحالات العلاقات اللي فيها اسره لانها حساسه نرجع نطلع، يعني الحكم يكون للمشاعر، بس المشاعر اللي خلتنا نتضايق اللي هي اصلها حب، يعني نحكمها نحطها كدليل ودافع، بس مش المشاعر اللي صارت هلا يعني كنتائج، لا النيه الاولى. بالذكاء العاطفي بالإموشن انتليجنس بنطلع على المشاعر وبنشوفها بأن اليوم شو حاسس وشو جاي عبالي أحس. مثلا أنا اليوم ممكن أكون زعلان، شو جاي عبالك تحس؟ مثلا أكون مش مبسوط، خلينا نقول أكون مرتاح مع أمي بالتعامل، أو قادر خلينا ناخد شعور تاني، قادر احبها زي ما انا بدي مثلا. اوكي، هاي العمليه بتخلينا نمسك موضوع المشاعر لمصلحتنا، اعرف شو اليوم الشعور اللي مش حاططني بمحل انا حابه، وايش هو الشعور اللي حابب استبدله فيه
عشان انا اكون بمحل حلو. ونفس الشيء لما بنقول عائل بالايموشن انتليجنس بالذكاء العاطفي هو مثلث اللي هو المشاعر والافكار والتصرفات. اوكي، فاذا لقينا اشياء مثلا هيك عم بشعر حابب اغيرها، هيك عم بفكر حابب اغيرها، هيك عم بتصرف، وهي فيش محل ببلش منه الموضوع. اوكي، ممكن ابلش امسك واحدة واحدة واغير، وتكون دليل لإلي على العشرة من عشرة تبعتي كده، انه اخذهم التلاتة كبيراميد واقول بدي الشعور الفلاني مع اهلي مع الافكار الفلانية اتجاههم مع التصرفات هاي معهم، فبالاخر بهيك بصير بقدر اكون العشرة من عشرة تبعتي بكلمات، ممكن بكلمات تانية. اوكي، على قصة الواحد بيعصب من افكاره، هو واحد سايق صار معه بنشر، اوكي، لقى العجل السبير ضارب عنده، والدنيا شتا موت شتا، فهلا قاعد يفكر هلا طب بدي اروح على البيت هذا ابصر يفوتوني ولا ما يفوتوني، طب لو دقيت البيت افرض طلع لي الزلمه وقام ضربني شو بدي ارد عليه؟ طبعا ما وصل الباب، فتح الباب قال له لا بدي منك مساعده ولا شيء، وضل رايح. في كمان تليفون من حمزة، صعب تحكيم العقل والمنطق. اوكي، طيب هو ما حق شوي، يعني مثلا لو ابنك ما بتقدر تمنع حالك تخاف عليك بنفس اللحظة، اكيد يعني لما تصير الحق يعني شغلة هلا صايرة 100% يعني ما بنقدر، عشان هيك بنقول احنا عم بنخطط ماسكين عجلة الحياة وعم نكتب شو بدنا. انا بلاقي انه العقل يعني اللي حمزة حكاه هو صح، لو بدنا نفصله انا بلاقي انه العقل أداة تخلينا نفهم مشاعرنا، يعني نستخدم عقلنا بتوجيه مشاعرنا بالطريقة، مش عقلنا بشكل مطلق وما في أي مشاعر في قراراتنا، لأنه مرتبطين جداً، مرتبطين ببعض. يعني مش قرار ما عم تتواصل فيه مع بني آدم، ما هو صح إنه قلتك لازم نغير فكرتنا حتى يتغير، يعني عقلنا يتطوع بطريقة تخدم المشاعر هي هي لانه الاسهم بجهتين، هم بلفوا هيك دوير المشاعر، يعني لانه الشعور بيطلع فكره بيطلع تصرف، انا زعلان بدي افرجيه بدي اضربه. اوكي، اجي اغيرهم من وين اغير، من وين مكان اغير. اوكي، خليني اقول لا بدي احبه عشان شوي اغير بالشعور اني انا بحبه، عشان اقول له يا حبيبي يا خلينا نقعد نتفاهم، فهم فعلا مربوطين ببعض. يعني مثال على العقل كيف ممكن نستخدمه بانه يخدم الشعور، لما علاقتنا بشخص تاخذ مشاكل واحتكاكات غلط وينبنى عليها شعور معين، كيف نستخدم عقلنا بانه يرجعنا بالشعور، لانه ما بامن بداويها بالتي هي الداء. اوكي، الشعور بدك تعالج الشعور. اوكي، تستخدم العقل عشان يرجعك ويذكرك بالاشياء اللي فيها شعور بس حلوه، هل هذا الشخص حقيقي كله هيك؟ يعني كل شيء مر بيني وبينه هيك، طب الاشياء الثانيه عيشها بس ما تذكرتي، واذا ما تذكرتي شيء حلو، اذا ما تذكرت يعني بالعيله بدنا نشتغل. لو بدي يعني النية كثير لها دور، النية كثير لها دور، انه حقيقي نقيم الشخص هذا ونفهم سلوكه، يمكن هو نوع التصرفات تاعته مش عارف يعبر فيها هيك هو بحب مثلا، يعني زمان الضرب كان حب صح، خوف او نوع من الخوف نوع من الخوف والقلق في حب بضرب كثير يعني كثير اكستريم شوه الشعور، يعني قصدي الام كيف بتعبر عن حبها لابنها بالخوف، والخوف بدفعها انها تعمل سلوكيات عدوانيه مثلا او عنيفه. على الحكة الوداعية ممكن إنه أنا إذا ما لقيت إشي أفكر فيه، شغلات حلوة كانت بيني وبين هذا الشخص ممكن ألاقي مبرر حلو للي عم بعمله معي، يعني مثلا ممكن التصرفات اللي بعملها معي ألاقي لها مبرر عاطفي بوزيتيف يرضيني أنا، يعني إذا ما لقيت هذا الإشي. بس أظن الثلاث عناصر بيرتبطوا ببعض بطريقة رائعة،
لانه احنا عم نكتب بدون كتابه بزبطش. اعرف وين انا رايح، اعرف لوين انا، ايش بدي، ايش النتيجه النهائيه اللي بدي اوصلها مع هذا الشخص او مع هدول الاشخاص. مش بحاله، لا، هاي علاقه. شو شكل العلاقه اللي بدي اياها، مش كيف بدي احل المشكله الفلانيه. وانتبهوا، هذا فرق كتير شاسع. لانه اذا انا بس ماشي احل مشاكل مع هذا الشخص، ما مش رح اخلص. اوكي، فاحنا بدنا نحط اطار عام شو شكل العلاقه بدي اياها، وبالتالي كل اشي تاني تفاصيل عم بيمشي على الخطه هاي، انه العلاقه اللي بدي اياها مع هذا الشخص. يعني انا شو شكل العلاقه مع الوالدي بدي اياها مثلا، وبدي اشتغل على هذا الموضوع، وانا عندي تحدي هذا الموضوع. فلو حطيت هاي الصوره بصير مثلا كل مره بحاول انه اذا حكيت لي شغله عد للعشره، يا رب عد للعشره. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد عشر. كذا أصير أعمل هيك، لأنه هذا نوع العلاقة اللي بدي إياه. أوكي، فبالتالي مش ضروري أقعد أناقشها وأبين لها إنه لا، وجهة نظري ووجهة نظرك، أنا مش هاي العلاقة اللي بدي أوصلها. أوكي، إذا اشتغلنا على حالة حالة، كل حالة بحالتها، لا أنا بدي أوصل إني أنا وجهة نظري صح بهاي، ومش فاهمني وخلص. اوكي، ببطل بمشي استراتيجيا، بمشي بس على اليوم، كل يوم بيومه، وكل ما لها بتخرب العلاقه. واحنا بنقول مش عارفين ليش، ان هي صعبه كثير بالضبط، والشخص مش فاهمني، انا مش قادر اتعامل، وهذا الشخص تغير كله، الشخص الثاني طبعا انا ما بحصنيش، انا ملك. انا مع الجناحات عم بيطلعوا قاعدين شوي شوي، وانا كل شيء عامله صح. اوكي، وبطير وهذا الشخص هو عم يتغير، وهو القلق اللي بحياتي، بوصل لهو القلق اللي بحياتي. توصل فينا افكار غريبه، يا بي لو اخوي يطلع يتجوز يخلصني وقعد بالغرفه لحالي، صح؟ بعدين مع القرف اللي بدي بعرفني اياه صار له خلص يروح خلص كفي ب 20 سنه. اوكي، فبتخطر على بالنا اشياء غريبه، لانه احنا عم نمشي يوم بيوم، مش حاطين الصوره اللي بدنا اياها. نحط الصوره اللي بدنا اياها. انا عم بسمعكم زي ما عم بحكي، يعني انا احنا كليتنا بالهوا سوا. اوكي، هاي الصوره كثير قدرنا نحطها هلا، مش كتبنا؟ مش كتبنا للعيلة كاملة. اوكي، يلا نختار شخص. اوكي، ونحط العشرة من عشرة بالعلاقة معه، عشان اقول علاقتي انا راضي مع هذا الشخص بعيلتي عشرة من عشرة، وحاب اشتغل على هاي العلاقة. اوكي، شو العشرة من عشرة اللي حاب اوصلها مع هذا الشخص؟ نكون محددين بالاوصاف، ما نقول انا اكون مرتاح معه. شو يعني مرتاح معه؟ شو تفاصيل مرتاح؟ كيف بتكون مرتاح؟ يسعد مساكم، يسعد مساك غيث. فكل واحد يستخدم اي استخدام، موبايل، ورقة، اي شيء حمزه. احنا بالنقاش اذا سمعته تقريبا بشكل عام وافقنا انه بنفس اللحظه لما بتصير الحدث صعب هذا الموضوع، بس اذا مسكنا الورقه والقلم وحطينا ايش هي شكل العلاقه اللي احنا حابين نوصلها مع هذا الشخص، ببلش التوازن بين التنين، بين الافكار والمشاعر بتبلش تتوازن، عشان انا احط شو الوصف لهي العلاقه بيني وبين هذا الشخص عشان نقدر. بس إذا بنيجي على التصرفات اليومية بدون ما يكون في إشي نتيجة بدي أوصلها، معك حق، هذا التوازن صعب نوجده، لسبب بنسميه الاستثمار العاطفي. إحنا بنعصب على اللي حوالينا القراب عشان مستثمرين عاطفيا فيهم.
وعنا توقعات عالية اتجاهه. بمعنى انت اخوي المفروض منك واحد اتنين تلاتة اربعة، هاي التصرفات مفروضة من مرفوضة منك كأخ. انت المفروض كأب تستوعبني وتفهمني ومش كل عم مش واقف لي على الدائرة كل مرة بصياح، فانا بقوم بعصب انه ليه هيك. فبالتالي الاستثمار العاطفي بالإقراب ومنهم الأصدقاء، أوكي؟ الإقراب منا كتير عندنا توقعات معينة منهم إنه أنت لازم تكون واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهي اللازم متبادلة، يعني أنا بقول عنه لازم وهو بقول عني لازم، نخبط بعض بالضبط. كتبنا نستخدم السمارت اوبجكتيفز، بمعنى سمارت اس سبيسيفيك محدد الهدف بده يكون قابل للقياس، قادر اشوف اني وصلت له او ما وصلت له او قد ايه بعيد عنه، اوكي. اتينابل ممكن تحقيقه، رياليستيك واقعي، اوكي. تايمد هاي التي انه لها وقت محدد، انا بصراحه مش كتير بحبها يعني بالسمارت اوبجكتيفز، في اشياء معينه بدنا نشتغل عليها بس ما يعني ممكن اكون غلطان بس عم بحكي على رايي الشخصي، قاعد مش كتير مرات برتاح لموضوع احط وقت محدد يجب انجاز هذا الموضوع فيه، مع انه مهم جدا لائق في اهميته، بس مرات بحس انه ممكن يحددني او ممكن يعصبني او ممكن يحطني يضغطني بي 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 بي. ممكن نحط تايم امتى نبلش مثلا عشان ما ناجل لانه صعب، بالضبط. مش ضروري مش امتى نخلص، يعني هي مجرد البدايه الصح بكره جو وراها شغلات تنفع التصرفات على اساس انه لا مش هلا ما حطيت وقت. كمان في الوقت المناسب لا ايش لنبلش، لسه ما رحنا على الكيف، بس كسمارت اوبجكتيف هذا هاي الصوره اللي بدنا نوصلها. دائما لما بقول لك سمارت انه حط لها وقت تحققه فيه تايم، اوكي. فهاي الصوره ممكن نكتب امتى نبلش، امتى نبلش بالشغل عليها، بس يبين معانا شو هو الشغل بالاوبشنز وبالاوبستكلز وبالاوبشنز وبالواي فورورد، اوكي. بس كصوره انه نحط لها وقت، انا هذا اللي عم بناقش فيه. بس كشغل ايش هو الملائم، 100% هو عامل وراح نطلع عليه حسب ايش ايش الكيف اللي نقيناه. سؤالي على المجرد مثلا، انه ايش مجرد مثلا، لو انا قلت بدي اعمل الأشياء اللي هي بتحبها، هيك أنا مستحيل أعمل الأشياء اللي بتحبها بطريقة الصياغة أكون قادر أقيس إني وصلت أو ما وصلت. هيك يعني شغلات صارت بشكل ملموس تقدر تقولي إنه هذا الموقف اتاخد عمل أثر، صح؟ تقدر أنت تقيس عليه إنه أنت عم تتقدم لقدام أو عم تعمل البول تاعك أو لا، هيك القصد. إذا شكل العلاقة أنا والوالد مثلا يصير يرتاح الوالد يحكي معي بشغله، أوكي، مثلا إذا هيك وصف، أوكي، فأنا هذا بقدر أقيسه. مجرد ما يصير يفتح معي موضوع شغل، ها بلشنا، دليل ملموس، تتخيل إنه صار. أما يكون مرتاح معي إيش يعني، شو كيف يعني يكون مرتاح معي، كيف كيف أقيسه هذا. مثلا بدي اقضي وقت معها اكثر، وهذا اللي بدي اقضي معها وقت مثلا تي في اول ذا تايم، انا ما بقدر تي في اول ذا تايم، هيك قصدي. اوكي، وين المجهب بالموضوع؟ تقضي وقت شو تسوي؟ نحكي، نقضي وقت نحكي مع بعض. قد ايه هذا الوقت اللي حابه تقضيه؟ كواليتي تايم لو ربع ساعه بس، حكي بالايش؟ ربع ساعه باليوم، ربع ساعه بالاسبوع، ربع ساعه طبعا باليوم. باليوم اوكي، هيك انا حابه اقعد ربع ساعه مع الوالد، بحد اقل ربع ساعه باليوم، أوكي. نقعد نحكي مع بعض باي موضوع، هيك سامي.
بدون ما يتخانق. بالضبط. انا وجهه نظري انه اذا تي في اول ذا تايم انا ما بقدر تي في. يس يس. انا ما بقدر. هيك هيك قصدي انه فكيت هذا مش مجال. فاهم علي؟ الله يعافيك نضال. ايه؟ اه لايف. اوكي. كتبنا؟ عن شخص واحد. شو حاسين؟ انا حاسس سهل. سهل؟ لانه هذا الحدا ما اوكي. انا حاسه ممكن مش يعني تاخذ الكلمه الحلوه. اوكي. بديت بالسهل. حلو حلو جميل جميلة هاي الطريقة. اوكي مين كمان بحب يقول لنا؟ انا حسيت ممكن مو سهل لا بس ممكن. اوكي يعني دوبل. اوكي مين كمان بحب يقول لنا؟ اوكي حد. انا بالنسبه لي بلشت بالصعب. اوكي لانه اذا الصعب انتهى الباقي كله الباقي بكون طريقه تفكير فيها تحفيز اعلى. يعني خلص انا بلشت زي ما بقول بلش بالاصعب كل شيء بعدين بيجي هون بسهل. رائع. شفتوا كيف حكينا رائع ورائع؟ هل أنا متناقض؟ لا بس كله بزبط. ليه مش متناقض؟ بتضل وجهات نظر طريقة الشخص إنه أنا ممكن أبلش بالسهل أسهل لي أنا إني أبلش بالسهل أوكي. مشان تأخذ مني تعطيني بوزيتيف أبلش بالصعب. أوكي فما في طريقة صح وغلط. ما في صح وغلط. أوكي كل واحد بيشتغل على المناطق اللي بتريحه والطريقه اللي بتريحه. اوكي لانه بالاخر هاي هذا اللي بقدر عليه انا بالوقت الحالي او هيك انا شايف اني بقدر بالوقت الحالي مناسب. بعدين بنكتشف شغلات تانية عن حالي. بعدين صح برجع بكتشف انه شيء ثاني يمكن اغير بالضبط. وفي سحر. ايه سحر. تصوروا انه بكثير من الحالات وهي حصلت معي بالكوتشنج يعني يكون جلسات كوتشنج وتصير مجرد ما نحط اللي بدنا اياه في كثير ناس ما اشتغلوا يعني ما اشتغلوا نحط الكيف نحط كذا يلا الاسبوع الجاي بدنا نشتغل على هذا الخيار يجي الاسبوع الجاي يجي يقولوا لي رامي الاسبوع هذا كليته عم نعمل هذا الحكي ابو العشرة من عشرة لسه ما اشتغلناش لسه ما فتنا بالخطة. فمجرد ما نحط شو بدنا مرات كتير بتصير رأسا في إلها سحر في إلها سحر انه هذا اللي بدي ما تسألينيش لك ليش ما بس لا هي اللي احتمال عمرها ما صارت ألا اني انا حاطط شو بدي ومآمن فيه يعني حاسس فيه وحابه هاي اللي احتمال ما صارتش احتمال عم بقول. اوكي زي ما بقولوا يعني تحديد الهدف جزء من الوصول الى الهدف هو تقريبا 50% تكون آمن فيه ما بتتخيلوا انا اللي صارت القصص اللي صارت معي هلا رح نيجي لدانا تقولنا انا بكون قاعد بالجلسة بسرش طبعا بسرش اعمل ردات فعل بس يعني اشي مخيف اشي العائل ما بيستوعبه يعني انا كوتش وبعرف هذا الحكي بعرف انه ممكن الهدف يصير لحاله بس بتصير قصص كتير كتير غريبة يعني واحدة من الشغلات one of the example مستحيل انسى هذا المثال في كانت شغلة كتير كتير صعبة وإلها خص ببيت وعائلة بدها تطلب من عائلة بعيدة بيت أوكي؟ والموضوع الطلب كتير غريب وكتير صعب ومش رح ينقبل يعني بيت إيجاد بيت أو التخلي عن بيت لإلهم أوكي؟ يا ون ويك يا تو ويكس مش متذكر إذا بعد الجلسة الأولى ولا بعد الجلسة الثانية تيجي بتقول لي رامي رفعوا علي التليفون بيقولوا لي تعالي نحكي بموضوع
ليش المو راحت لعندهم؟ احنا عم بنفكر انه هذا البيت نعطيكم اياه. طبعا انا يعني عم نحكي كوتشنج احنا يعني ما لسه وبنحكي الف ما بعرف شو اقول يعني. وهذا مثال على الاشياء اللي بتصير. طبعا احنا ما بنعتمد على هاي المواضيع بس بنقول قد ايه اهميه انه نحط اشي حابين نوصله، لانه فعلا في اشياء بتصير برا مناطق السيطره تبعتنا ممكن تساعد. وانا عم بحكي من تجربه شو صار معي، بس مش بنعتمد عليه انه يصير. يعني كتير مهمة هاي الفكرة انه ما بنعتمد يلا حطيت الهدف ها يلا خلينا نشوف يصير. يعني لا ما بنعتمد عليه. اوكي دان، اللي كنت احكي على هذا نفس القصة اللي حكيتها وقبلها لما قلنا انه مرات مجرد انه نكتب لسه ما لحقنا زي تنحل الشغل او تفرج ببعض الاماكن. هلا اللي بدي احكيه شيء قناعه خاصه يعني انا اللي دخل بالانرجي. اوكي بس هي في مرات عندنا بلوكج بيكون في شيء احنا متمسكين فيه ومسكر اللي هو له دخل بالبيليفز تاعنا بالمعتقدات تاعنا انه هذا الشيء مش هيزبط. قد ايه بنحاول ونكتب وبنعمل اذا عندنا اقتناع من داخلنا انه مش مصدقين مرات ما بنساعد على انه حتى اظهار النية او اظهار الرغبة او الارادة يتم او يوصل للتاني بشكل قوي. فالتاني ما بتفاعل معها. مرات مجرد انه نحط خطة ونلاقيها قدامنا هيك كأنه منحس انه الخوف الداخلي الخفي اللي جوانا انكشف قدامنا فتجاوزنا هاي النقطة اللي هي مش ملموسة. هي نفسية كتير. مجرد انحطت قدامنا انكشفت او فرجت كأنه. فكتير شغلات بتتحرك. صح. يعني هي عادة مرتبطة بمخاوف او اقتناع بانه الاشي مش خيصة. في وصل لمستوى البعيد ولا اشي مخبى مسكر مش فارق عليه حالي. شوف بدي ارجع لطريقة رامي. الاسئلة اكتر اشي بتخلي الواحد انه يكتشف. عنجد. يسألي حالك. يسألي حالك. اوكو. شو السؤال اللي مخبى الايمان؟ بس انه. شو السؤال اقوى سؤال مخبى الايمان؟ ايش ايمان؟ ايش يعني ايمانك؟ بليفز. انك مؤمنة في انه راح يصير او ما راح يصير. كن ولا لا. انه مثلا هو حسب الموقف يعني. في مواقف كتير كبيرة وصعبة انا مش خايفة منها. في مواقف صغيرة انا مش عارفة اتحرك فيها. لانه بالنسبة لي بتمس اشي حتى لو وهمي بس بالنسبة لي انا عملتها هالقد. هلا جواب على سؤالك الطريقة مش عامة. الطريقة خاصة. يعني كل حالة بحالتها بهاي الحالة. بس يعني عشان في اشياء جوا فاليوز ما بنكون حاسين فيها وبنعرفش انها عم تلعب معانا او ضدنا. ما بنعرف. هلا كيف هاي كل حالة بحالتها. الطريقة كيف يطلعوا هدول. مش ما في اشي اعملي واحد اتنين ثلاثة بتعرفيهم. ما فيش اشي زي اوكي. ما في طريقة واحدة تطبق اعمل شيء. تقسم السيتويشن. ممكن. الواحد حقيقي. انا شو حالتها شو بدي احس شو رايي اوصل. كيف اوصل طيب. بس هون بنحكي على values. غيث ما تؤمن به تحصل عليه. غيث كمان مرة. وهذا من القوانين الكونية. علينا أن نتشبع بما نريد الوصول والحصول عليه وسيكون بإذن الله. هو أكيد جزء من موضوع قانون الجذب Law of Attraction. مع أنه أنا مش كتير بحب أحكي بهذا الموضوع. مش أني ما بأمنش فيه بس أنه بآمن فيه بطريقة معينة. إله قوانينه لأنه إله قوانينه الصارمة. مفهوم شوي بطريقة غير. مفهوم بطريقة كتير سهلة وسخومة. فكر بتجيب الإشي. هو قانون الجذب إنه أنت بيحيط فيك الإشي اللي بيشبهك. فكون أنت الإشي اللي بدك إياه من برا. كون أنت مش تفكر. Be the beat that you want to be. أيوه. Be the beat that you want to be. تكون الشخص المناسب. يعني أنت بدك نوعية معينة من تتمني يكون سيري زي ما هو. اصلا عينك ما بتشوف الا الاشي اللي بيشبهك يعني سيارتك مش تتمني وبس. مش كل شيء بتغير.
ما ما بتغيري انت، بتغيري حالك. في ناس بقول لك انا نفسي اكون من طبقه رجال الاعمال، وانت طفران ما في الهواء. بس ايش ايش معنات ايش معنات رجل اعمال الا؟ هل رجل الاعمال يعني عنده راس مال؟ يعني انا بمفهومي يعني انه قدرات ماليه عاليه بيقدر يحرك هاي الاموال بطريقه بتريحه زي ما بده. هلا لما بدنا نيجي على كونسبت رجل الاعمال، لانه بيل جيتس كان شحات اوكي، ستيف جوبز كان ماشي بحفايه، وروب هندي اوكي. هلا هدول انتربرينورز مخيفين، عقول مخيفه از انتربرينورز. هلا كان ممكن يقضي كل عمره بالحفايه، بس لا يعني انه مش انتربرينور. انا ما قلت انه على مستوى عقلك يعني، انا بحكي مثلا حدا بتمنى يكون بطبقه معينه من المجتمع وانت مش متوازي معها. شو الطبقه هاي بتعمل، وشو الايمانيات تبعتها، وشو الفاليوز تبعتها هاي الطبقه تبنيها؟ هو احنا بدنا اشي بس بدنا اياه على الجاهز. ايوه احنا مش قادرين نغير في حالنا، ونيجي بنقول كيف نغير برا حالنا، اللي هو انا بعتبره صعب. بس اذا واحد بيقدر له بيقدر لكل شيء، لانه كل شيء بتجاوب معاكي. بس مش كل شيء يعني، مش كل الاشياء اللي بتقدر تعملها، حتى لو قانون المجدد يعني في كثير اختلافات على هذا القانون، في كثير ناس حكت انه هذا القانون يعني مضبوط، بس انت فعليا مش بالضروره يعني كثير زين يعني مثلا بس كثير تلاقي واحد عم يفكر بشيء بيصيبه وما بعرف ايش اخذ بتشفيه تعافي. هلا هذا هو المفهوم اللي مرات صار يقولوا عليه. بقول لك انه هذا القانون موجود، مش موجود، بس احنا استخداماته اللي قاعده عم تنشرح بهذا العلم مش بالطريقه المضبوطه، لانه هو الاساس انه نوعا ما يعني ما بعرفش مدى هاي اراء يعني انه انت بدك لازم يعني او تحاول انك تعيش فيه او تتقبله بطريقه معينه. يس تشوف ايش اللي الله بيرزق يعني، او ايش القدر بيمشي معك وبيمشي عليك. لانه انت ممكن عم تختار طريقه مش سعيده، يعني انت بالجزر بالاخر عم تتعس. انما انت صار كان مثلا زي مثلا بيقولوها مرات مثلا انه شوف شو الله بيستر لك. يعني الاء التنين مربوطين ببعض، جراتيتيود الاء الامتنان، حاله الامتنان. لحظه حاله الامتنان، ما هي هذا هو الشرح اللي دانا حكت انه مشروح غلط، مش مفهوم غلط. نفس حال اشتغل انت بدك تضلك عليه. لا هذا اللي قلت انه غلط. غلط هذا عم نحكي على شيء ثاني، بنحكي انه انت تصدقي من جواك. على فكره هاي لها دخل بالبليفز، يعني مرات بنشتغل وبنعمل واحنا مش عارفين انه جوانا مأمنين عكس تماما، والقوه دائما والمصره دائما والمنتصر دائما المزروع والراسخ اللي جوانا، بس احنا مش عارفين. اقول لك شغله، انا بنتبه مثلا اني انا دائما بحط عوائق بطريقي، وامتى بلاحظها؟ انا في عندي تكنيك عشان احاول انام، واحده من التكنيكس صل عويصه تبعتي انا، فاني بمشي بطريق دائما دائما فجاه عقلي بيطلع انه في شجره وقعت، في شو الطريق صارت ضيقه، الطريق صارت تراب. وهذا انا بعرف انه في اشياء من جوا عم تلعب، بس من الشكاين القطها هي شو هي. دائما بالخيال تبعي تصوري خيال، بس اني انا ماشي بطريق عبال ما انام، بس هي هي القصه. وفجأة عقلي ببلش واجوا باتس اوكي خفافيش، وصارت الدنيا عتمة. لا لا انا صاحي، بس انا عم بحاول انيم حالي، فعندي تكنيكس اني اقعد اتخيل عبال ما انام. فانا وعم بتخيل حالي ماشي بالطريق، بقول لك انه شجرة بتوقع، الطريق بتضيق، بتصير غابة، بتصير متشابكة، وهذا انا بس بالخيال. فتصور شو عم بعمل بحالي بكون بالواقع اوكي، شو عم بيطلع من جوا بواقع حياتي، شو معناته هذا الحكي له معاني. بس ما بدنا نغوص كتير بموضوع اللو اوف اتراكشن، لانه غوصه يعني لو بنغوص يعني. انا حسيت انه في فتره كثير هيك حاجه الموضوع. يس بعدين نفس الشيء لا هاج وتسخف كثير وتسهل كثير. لا الموضوع مش سهل، وله طرق محدده، وزي ما حكت دانا هذا موضوع تاني. مش
الاء. افصلي افصلي المواضيع، افصلي افصلي المواضيع. تشبكيش المواضيع بعض. حكيت حلو بس خلينا نحكي لحاله لانه كثير كل واحدة إلها آه. انا لانه إلها موضوع. طيب لا ما عشان بس ما نحولش الموضوع. في في فيديو لا اوبرا وينفري لا بحكي لك شغله بس لا لا 100% اه لا ما لا بدون اه اه موجود احنا بديننا قبل ما احنا نتعرف على الثقافه دي. بس اسمعي بس برضه مش بس بندعي مثلا في في فيديو لاوبرا وينفري اللي هي بتضلها بتحكي انه انا اي واز ويتنج اون جاد تو دو اون سمثينج وانا بعدين شفت انه الله واز ويتنج اون مي تو دو سمثينج يعني اوكي مش بس ندعي لازم نعمل شيء بدل تنهي في عندك لا لا بس رجاء لا ما بدناش نفوت بالموضوع الديني 100% جميع الاديان جميع الاديان فيها الطرق تبعت اللو اوف اتراكشن موجوده فيها كلها هلا اه بس في فرق بين صحته والصلب تبعه شو هو وشو الناس حكت عنه يعني في الفرق شاسع اوكي لانه قوانين تطبيقه كثيره وصعبه ومش سهله والتغييرات اللي جوا الجوانب بدها تصير مش قليله اوكي كدعاء انت بتدعي بس كمان مش انك تدعي وتضل قاعد لازم زي ما بقول تدعي وتعمل في اشياء قاعد بدعي لازم خلص دعيت عملت اللي علي لا بدك تدعي وتعمل وتفكر وتحط اهداف وتمشي عليها في مقولة خلينا ننهي بهاي المقولة لكافكا وأنا كتير كتير بحبها هاي لكافكا كافكا مش متذكر بالضبط شو الصياغة تبعتها بس بقول كافكا تصور اقعد بالغرفة ضلك قاعد ضلك ساكت اسكت تعملش اشي هو هيك هيك بحكي قاعد انتظر انتظر حتى تنتظرش بس ضلك قاعد راح تلاقي العالم بزحف على اجريك اوكي هلا جيت اطبق هذا الحكي مش معقول شو صعب مش معقول يعني تصور انه واحد يقعد اوكي وسايلنت سايلنت هون وسايلنت وواحد اوكي اه وبس ولا اشي فيش اشي بده شغل يعني اللي بحكيه مش انه هيك وش وكذا وش لا لا في فيها شغل في بدها شغل عشان اقدر اسوي هذا الحكي اللي هو بحكيه اللي مبين انه هاي قاعد شو ورا بدها شغل عويص على فكره يمكن انا بدي جلسات معك على فكره اكتشفت اوكي غيث بقول ليس بالضرورة ان يكون رجل اعمال صاحب رأس مال في كتير من الامثلة الواقعية لاشخاص نجحوا في عالم المال كان رأس مالهم افكارهم 100% يعني حتى اونسس كلنا ما مش كل يعني القصة تبعته انه هو مبلش بسنس كان معه سنس بجيبته وراح على وول ستريت ايامها كان لسه بدايات انا كرامي بآمن انه عندنا كليتنا نفس القدرات بس احنا شو ضوينا منها كل واحد ضوى اشي مختلف عن التاني بس ايش موجود هون هو كله سيم بس في مناطق احنا ركزنا عليها بدي هاي صعب انه نضويها كلها يعني ما بقدرش اضوي على كل اشي ما انا كل اللي معي 60 سنة بس هذي لانه كل منطقة اضويها بدها شغل عشان اضوي ايه او 70 او اللي ضابي ببلش يطفي سيري بدك تدرج ويبقى من الاشياء انه كل واحد الله اعطاه شغلات معينه عشان حياته تمشي بالكامل مش معقول احنا كبيراتنا هو عشان هيك كل واحد ركز على شيء هلا القدرات كقدرات موجوده اذا ناوي اذا بدك كذا تسيري بتسيري بدك تضويها هلا ما تقوليش كيف هلا احنا بنحكي على المبدا على الفلسفه عم نحكي اوكي هلا كلنا كقدرات موجوده القدرات بس احنا على ايش مركزين ايش القدرات اللي عم بنطلعها من حالنا مختلفين فيها
اوكي. على مستوى اول ما بلش انه مش لاقي شغل، يعني على مستوى انه قدم لماكدونالدز انه ينقبل يشتغل في ماكدونالدز رفض، ورفض كانوا 6 أو 7 مرات واكثر من مره. في الاخر لما اجته فكره انه يعمل الموقع شوي 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 وانسرق كم مره وكذا، لما مشي معه بالاخر صار احباب. او حدا عنده مبلغ، قد ايه نسبه الناس اللي وصلت بهي الطريقه كانت كثير معك الهوى وصلت، وقد ايه نسبه الناس اللي اصلا هي اوريدي كانت من اجيال طبعا يعني القصة مش نسبة هدول لهدول. لا لا القصة مش نسبة، القصة شو عمل والإرادة عند هدول غير الإرادة. هل كان واضح قدامه شو اللي بده إياه؟ أنا كنت موظف، ألا كنت موظف وكل حوالي موظفين أوكي، وانسألت سؤال أنا وصغير أول ما تخرجت من الجامعة، إجا عمه اللي وظفني، عمه قال لي عمه حبيبي حاب تكون موظف ولا بدك تكون عندك شغلك الخاص؟ قلت له لا عمه بدي شغلي الخاص، قعد 17 سنة بالوظيفة. أوكي؟ فهل إحنا عارفين شو بدنا؟ إحنا مش عارفين شو بدنا ألا. فأول مرحلة قبل ما أصير غني وقبل ما أصير عندي فكرة وقبل ما أصير أعرف شو بدي، أنا مش عارف شو بدي، مش عارفين شو بدنا. إذا على مستوى علاقة مع أهلي أنا مش عارف كيف شكلها بدي إياها. لا لا اوكي. انا مره قرات كمان الدكتور طارق السويدان كثير صراحه بطارق هيك شغله، بيحكي انه العبوديه اللي كانت موجوده زمان التغت، بس الان في عبوديه جديده اللي هي الوظيفه. بدك تحرر او تعتق رقبتك من هاي الوظيفه، بتعتق رقبتك بفكره، بتنتقل من مبدا العبوديه لمبدا السابق. وهذا الشيء موجود بس بده ناس تفكر فيه، بده اراده. اول شيء اول شيء شو بدي؟ أول إشي شو بدي؟ أوكي؟ طيب جميل، شكرا كثير لكم. وبالنسبة لبرامجنا رح نحكي برامجنا داليا تساعديني. اليوم في شيء؟ أوكي. يوم بكرة، بكرة رح نكون بالاحتفالية السنوية لمجموعة Out and About. اللي حاجز او اللي حاب يروح بعرفش عن داليا الموضوع اذا لسه في مجال او لا. على العموم اللي رايح في تجمع عن سيف واي السابع الساعة 3:30، رح ننطلق من هناك 4:15 و4:15 عشان نوصل 4 على الموقع، و4 بتبلش الفقرات تبعت الاحتفالية ورا بعض 4 5 6 7. فاحنا الاحتفالية تبعتنا من الساعة 4 للساعة 10. هذا بالنسبة لبكرة. يوم السبت راح نكون مع نادي الكتاب من الساعة 5:30 للساعة 7 مع لاعب الشطرنج، صح؟ لاعب الشطرنج والميسرة دانا راح تكون، صح؟ أو علي، دانا أو علي، أوكي. حسب الظرف يعني، بس أوكي. حضرين. أوكي. يوم الأحد عندنا شيء؟ تنين. قولي لي إمتى؟ الثلاثة عنا دائرة المحادثة الإنجليزي هون بكيمستي من الساعة 6:30 للسبعة ونص، وعنا يوم الخميس بنرجع لهون بس مع دائرتين 6:30 7:30 دائرة مهارات الحياة، وسبعة ونص 8:30 رح نكون مع دائرة قانون الأحوال الشخصية مع الأستاذ زيلينا كانت هون. أوكي خلاص هيك. أوكي يعني انا لا اعتبر خبير في الموضوع، عندي افكاري عن الموضوع. اعمل بدوائر بين فكره وفكره زي هيك مواضيع عشان هي بتساعد تدعم مرات طريقه التفكير. أوكي. يعني طريقه التفكير. اوكي صح؟ يعني طيب خلص بنحاول. انا مش عارف، انا بتعرفي عقلي مبرمج كيف بدي افوتها بالديزاين وكيف اوكي اوكي بس تغير شويه افكار عشان الواحد يستخدمها لما يجي. اوكي تمام. يعني انا جربته مين جربه بالضبط؟ ايه مين جربته؟ نطفي اللايف. طيب بنشوفكم، شكرا كثير لكل اللي شاركوا وكل عام الجميع بخير. ولا شيء ولا شيء ولا شيء ايش ضبط معكم؟ جاب لك سعاده. ضبطنا انا ضبطت. ايش ضبط علينا؟